كل أسبوع رح نشوف شخصية من شخصيات رانيا شو مع ضيف بقصة بعيدة عن تعلم المهارات. إنو شو؟ خلونا بلشنا بلا توناليتي؟ هالسنة كتير شفنا تغيرات، بس الإشي اللي كان ممكن يبعدنا قربنا أكتر. مش الكل عفكرة، مش العام الماضي كل العالم كان على زوم، اللي صار أهم المنصات للشغل والمقابلات، بس لقلنا كان شوية رستقة على كشكش وبيجامات. يا عيب الشوم، انفضحنا. بس اللي بيفرق بمعزوم هاي السنة إنه بعض معجبين ومتابعين برنامج رانيا شو موهوبين كمان، فحبيت إني أستضيفهم بالحلقات مع شخصيتهم المفضلة. إيه مو غلط، وخدي رامي معكن كمان. كل أسبوع رح نشوف شخصية من شخصيات رانيا شو مع ضيف بقصة بعيدة عن تعلم المهارات. أوكي يا حبيبتي بكفي، كاميرا رولينج، يلا رولينج. فخلينا نشوف شو بيصير لما بنت أختها لأم رامي بتحكي معها من بريطانيا لتسأل مساعدتها بوصفة معينة لوجبة رمضانية. شانتي شانتي، ماما اردي على التليفون. هذا رقم طويل ماما. رقم طويل، هاتي لنشوف مين عم بدق لي. الو الو، مرحبا. الو مين؟ مرحبا خالي ام رامي، كيفك؟ مين معي؟ انا لجين، خالي لجين. ايه لجين حبيبة قلبي، عرفتك عرفتك يا لجين. إيه كيف زوجك وبنتك؟ الحمد لله الحمد لله. اشتقنا لكم كتير، شو ناسي اني مربيتك على ايدي من لما كان عمرك يوم وانا بحفظك. لا خالي، طول عمري بعتبرك مثل ابني، مشان هيك دقت لك. فيكي تطلعي على الكاميرا خالي، ببعث لك لينك للزوم. زوم؟ شو زوم؟ ايه ماما انا بعرف زوم، انا ساوي لك. ايه خلص شانتي عرفت، شوفك. ايه لجين وينك؟ لك مثل القمر صايرة، شو ها؟ ما شاء الله عليكي. إيه كيفك في بريطانيا خالي؟ كيف الغربة معك؟ وكيف زوزك؟ كيف رمضان عندكم؟ جبتي أمر الدين وحضرتي عصير الجلاب؟ إيه ديري بالك، ها كل شي لازم يكون على الأصول مثل ما تعودنا. إيه ما بدي يقولوا عنك في بريطانيا ست مو معدلة؟ ايوه الله يخلي لك بنتك، وإن شاء الله تشوفي لأخ مثل رامي الخالق الناطق. إيه أنا كل اللي بحبهم بدعي لهم هالدعوة، ما في مثله رامي الله يرضى عليه. قدريتي خبرتك أمك رامي سجل دروس بيانو؟ إيه الله يرضى عليه. قال شو بده يتعلم يدق غنية ست الحبايب يا حبيبة، هذه غنية فايزة أحمد. أنت بتعرفي إنه أصلا سوري مو؟ كمان عرفتي إنه رامي أخذ الجائزة الأولى بكتابة المقال الشهر الفات واللي قبله، وناوي يقدم لأكبر مسابقة غنى وتمثيل ومسابقة تصميم شعار مئوية مخابز السفينة. الله يخليه ويوفقه خالي، ولا فرحت لكم من قلبي. بس خالي بدي أسألك لأنه ماما ما عم ترد علي. إيه أمك راحت تجيب نسخ مجلات البوردة من عند أم تحسين، بدها تفصيل طقم على إيدها. حاكم نحنا بالعيلة كل شي بنعمله على إيدنا وعلى الأصول. بس خبريني فيني ساعدك بشي؟ الليلي ما تخبي شي على خالتك أم رامي. ما في شي خالي، بس بدي أسألك وصفة الكبة المشوية بدها دهن ولا ما مو ضروري؟ منيح اللي ما ردت عليكي، ما في أطيب من كبابي. بس قليلي لشو بدك الوصفة؟ عنا عزيمة لأصحابنا وبدي أعمل لهم أكلات شمية. عرب ولا أجانب؟ أجانب خالي. أي معناتها انسي كل شيء وركزي لي على الفتوش والتبولة. عملتي فتوش؟ خالي الفتوش ما بده شيء. على رأي المثل بين الكنة والرنة ضاعت الحماية والكنة، وقال شو يا مستسهل رمشة العين، بكرة بتغيب الشمس والإيدين على الخدين. لجين خليكي ست مدبرة وابدي بالأهم، وقوعك تستسهل الفتوش. هدول أجانب، والأجانب بحبوا البساطة وبحبوا الفتوش، والصبية اللي ما بتعرف تعمل فتوش بشبر مي بتغرق وما بتفوش. حاضر خالي، بس فتوش خلص، بس فتوش. أرجيني أشوف شو جبتي للفتوش. كل شي عندي، حتى الفجل، خس، بندورة، خيار،
ايه جبتي تفاح؟ تفاح للفتوش؟ معلوم تفاح الأخضر هو السر. بس من وين لكم تفاح شامي ببريطانيا؟ ايه خلص بلا. هم ثلاث أشياء أساسية للفتوش: سماء وخبز عربي مقصقص ودبس الرمان. عندك؟ عندي سماء، عندي توست للخبز، وما عندي دبس رمان بس بكتر شوية حامض. لا لا بدك تفضحينا وتقللي قيمتنا مع الأجانب. قال توست قال علشان يتشتش ويدوب قوام مو طيب. كل شيء لازم يكون حسب الأصول. أنا بعلمك كيف تخبزي خبز عربي أونلاين كمان. يلا جيبي طحين ومي وخميرة وماء زهر شوي وملح. ماء زهر للخبز؟ إيه سر تبعي، كل أسراري رح أعطيك إياهم ولا يهمك. إيه ما رح خبي عليك شي حبيبتي لجين. اعملي مثل ما بقلك، أي حركة بمو محلة ما رح يطلع الخبز معك طيب وطري. العجين مثل الرجال، كل ما هرستي ومعستي وعجنتي كل ما كان طيع بين إيديكي وبيعطيكي نتيجة. ها يلا عجنيها معسيها يلا. فركيها رقيها أيوة. يلا شدي على حالك لجين. شو ها دوري دوري. أيوة حاسة حالي دخلت ورح أقع من طولي. لا ما بيصير فيك شي، طول عمري أنا عم بعجن بهالطريقة، حتى من قبل ما أتزوج ومن قبل ما جيب رامي. أنت بتعرفي أنا وقت اللي كنت حبلة برامي أخذت الحزام الأسود ثلاثة دان. نحنا بالعيلة عصبنا قوي، بس شكله الأكل اللي بتاكليه ما فيه غذاء. خلص إذا بدك ارتاحي وريحي العجين، وهلأ صار دور دبس الرمان. جيبي رماناتك وعصارتك وتعي. جاهزة خالة. شو هاي؟ شو هالعملة هاي؟ وين عصارتك اليدوية؟ إيه ما بتزبط إلا العصارة اليدوية ها؟ مو الكهربائية؟ كل شي لازم يكون على الوصول. ما عندي خالة. ما أخدتي هدية على البيعة من عند أبو تيسير وقت اللي اشتريتي جهازك؟ لا خالي ما كان يعطي هدايا وقتها. أنت الله يسامحك تزوجتي بكانون، حدا بتجوز بالشتوية؟ آسفة خالي بس عم يرن لي جوزي بس ترد عليه. أي طبعا. إيه لجاي كيفك؟ طمنيني العشاء جاهز؟ أنا نص ساعة وبكون في البيت والضيوف على وصول. عم حضر بالفتوش. من الصبح وإنتي مع أمك وبالآخر طلعتي بفتوش؟ لجين؟ إيه فصل النت؟ إيه ما بحبه للإنترنت. شانتي ساعديني ماما. إيه ما في بعده التليفون، التليفون الأصلي. أنا بحب كل شيء على الأصول. لك كيفك لجين؟ كيفك ينعن أبو. تستهوني بالفتوش؟ تستهوني. رامي تنثر الطحين على ملابسها وجهها دخول. اوكي اطلع فيكي ان شاء الله. شوفيها اخ، شوفي لها اخ. تعي شانتي ماما.